نبدأ نتكلم النهاردة عن سيرفيس جديدة اسمها الويندوز ميديا سيرفيس. والحقيقة ان السيرفيس دي بتعتبر طبعا من السيرفيس المهمة، وهي اوبشنال، يعني مش هتلاقوها في النسخة بتاعت الويندوز سيرفر. هي عبارة عن تول هنبدأ ان احنا نعملها داونلود من الانترنت، وبعد كده هنبدأ نعملها انستليشن علشان نقدر ان احنا نفعل التول دي. انا ان شاء الله هحط لكم اللينك بتاعت التول دي للويندوز سيرفر 2008 ال 32 بت وال 64 بت. التول دي احنا بنستخدمها علشان نبدأ نعمل عملية برودكاستنج للميديا بتاعتنا او للميديا فايل بتاعتنا. يعني لو حضرتك عندك في الشركة سيرفر، ممكن ان انت بعد ما تحط عليه السيرفيس دي، الناس او الموظفين اللي موجودين في الشركة سواء من جوه الشركة او من برا، يقدروا ان هم يشوفوا فيديو وميديا وملفات صوتية طبعا من السيرفر بتاعك، وتقدر ان انت تعملهم تشانلز. يعني تقدر تعمل بلاي ليست كده وتتعرض للناس زي التشانلز اللي موجودة كده في اليوتيوب. فاحنا علشان نبدأ مع بعض كده هنحتاج مكنة يكون عليها ويندوز سيرفر 2008 ومكنة عليها ويندوز 7. دي المكنة بتاعت السيرفر، نفس الدومين بتاعنا اللي هو innovation.com، والمكنة بتاعت الويندوز سيرفر والويندوز 7 موجودين في نفس السبنت. وبالمناسبة الويندوز 7 انا تعمدت ان انا اخليه ما هواش join في الدومين علشان ما حدش يتصور ان احنا لازم المكنة اللي هتستقبل او اللي هيروح لها البرودكاستنج بتاعنا لازم يعني تكون join في الدومين، لا مش لازم. طيب على المكنة السيرفر هنبدأ بعد ما ننزل التول اللي احنا متكلمين عنها دي، هنبدأ نعمل لها عملية انستليشن. وطبعا زي ما اتفقنا في منها نسختين، في نسخة لل 32 بت وفي نسخة تانية لل 64 بت. بعد ما تعملوا الانستليشن او اثناء يعني عملية الانستليشن، هتحتاجوا الحقيقة وجود انترنت كونكشن علشان في ابديت بينزل علشان التول دي تشتغل على السيرفر بتاعكم. فما تنسوش ان انتوا تكونوا عاملين النتورك كارد بتاع المكنة بريدجد على النتورك الفيزيكال بتاعت الجهاز علشان تقدروا يعني تنزلوا الابديت ده. بعد ما هتبدأوا تعملوا عملية الانستليشن، هيتطلب الموضوع ان انتوا تعملوا عملية ريستارت، وبعدين هنمشي بقى الخطوات بتاعتنا عادي. يعني هنفتح السيرفر مانجر، وبعدين هنقوم رايحين عند الرولز وهنبدأ نقاد رول جديدة. لما هنبدأ نقاد الرول الجديدة، المفروض ان الرول بتاعت الميديا سيرفيس هنبدأ نلاقيها اصبحت متوفرة، فهنقوم قايلين نيكست، وهنلاقي ان احنا عندنا في حاجة فعلا اسمها ستريمينج ميديا سيرفيس. الرول دي طبعا مبنية على السيرفيس بتاعت الاي اي اس، ولذلك احنا بعد ما هنبدأ نعمل عملية انستليشن للسيرفيس دي، هيبدأ يقول لي ان في ثلاث حاجات تقدر تعملهم على الانستليشن: الويندوز ميديا سيرفر، وده الكونسول الحقيقة او دي السيرفيس نفسها، وفي كمان عندنا الويب بيست ادمنستريشن. والحقيقة ان الفرق ما بين ده وده مش كبير، هو الموضوع كله ان احنا ممكن نشتغل بالويندوز ميديا سيرفر بس، واللي هو الكونسول بس، ودي عبارة عن الاداة اللي انتوا هتستخدموها طبعا لادارة هذه السيرفيس. فبيقول لنا ان انت تقدر تستخدم الكونسول من هنا، او تقدر ان انت تستخدم ويب انترفيس لو اخترنا الويب بيست ادمنستريشن، وبالتالي هتقدر ان انت تادمنستريت السيرفيس عن طريق ويب انترفيس. يعني لو انت يعني هتلوجن على السيرفر من بره، فمش لازم تستخدم طبعا الكونسول، بالرغم ان في مانجمنت تول برضه هتقدروا ان انتوا تنزلوها من الانترنت، انا هنزلها لكم وهديكم اللينك بتاعها، من خلالها تقدروا ان انتوا تستخدموا الكونسول بتاع السيرفيس دي من مكنه تانية، زي ما كده كنا عملنا في الاي اي اس لو نفتكر، لما كنا قلنا ان انت تقدر تنزل حاجه اسمها الاي اي اس مانجمنت تول، دي بتنزل من الانترنت علشان تشتغل على الكونسول بتاعه الاي اي اس وانت بره او من خارج السيرفر يعني. فطبعا احنا لما هنيجي نقوم قايلين ان احنا عايزين نشغل الويب بيست ادمنستريشن، فهيبدا ينزل لنا شويه كومبوننت كده من السيرفيس بتاعه الاي اي اس. طيب الحاجه الثالثه حاجه اسمها اللوجينج ايجنت، واللوجينج ايجنت دي الحقيقه حاجه بننزلها من ضمن الرولز او السب رولز اللي موجوده في السيرفيس دي، علشان نقدر ان احنا نعمل مونيتورنج، يعني نقدر نشوف او نقدر نعمل لوجينج لمين دخل قعد قد ايه وعمل ستريمينج بقد ايه والكلام ده كله. فلو انتوا عايزين يبقى في لوجينج للسيرفيس دي، فبتبداوا تنزلوا اللوجينج ايجنت. في حاجة مهمة قوي هنشوفها بعد ما هنقوم دايسين النكست كده.
السيرفيس دي الحقيقه يا جماعه بتستخدم نوعين من البروتوكولز علشان تعمل الاستريمنج بتاعها. يعني انا دلوقتي لما بقوم حاطط على السيرفر بتاعي اي نوع من انواع الميديا علشان اليوزر يقدر ان هم يشوفوا الميديا اللي انا حطيتها دي بيستخدمهم، او انا ببعت لهم الميديا دي باستخدام نوعين من البروتوكولز. في عندي حاجه اسمها الريل تايم ستريمينج بروتوكول اللي هو الار تي اس بي، ولو قرينا الكلام اللي موجود هنا هنلاقي ان احنا علشان نقدر نستخدم حاجه زي كده فالديستنيشن او اليوزر اللي هيستقبل منك البث اللي انت هتعمله ده المفروض يكون عنده ويندوز ميديا بلاير 9 او الاكبر منه. النوع الثاني من البروتوكولات هو ال HTTP بروتوكول، وده طبعا مش بيتطلب مننا ان احنا يكون عندنا ويندوز ميديا بلاير 9 تحديدا، ولكن هو بيران على اي فيرجن من ويندوز ميديا بلاير. طيب ليه هي ديم دي كده؟ الحقيقه ان البروتوكول بتاع ال RTSP بيستخدم ال TCP بورت نمبر 554، اما ال HTTP فاحنا عارفين ان هو بيستخدم بورت نمبر رقم 80. طيب هو ايه المشكله؟ المشكله ان احنا هننزل كومبوننت بتاعه سيرفيس الانترنت انفورميشن سيرفيس اللي بتستخدم برضو بورت 80. تقول لي بس احنا دلوقتي لو فتحنا قائمه الستارت مش هنلاقي ان احنا منزلين السيرفيس او الرول يعني بتاعه الاي اي اس. هقول لك جميل، بس انت لو رجعنا خطوه لورا كده قلت ان انت عايز تقدر تتحكم في الويب بتاعتك عن طريق الويب بيزد ادمنستريشن، يعني عايز تعمل مخرج للميديا سيرفيس دي علشان تقدر ان انت تدخل وتعمل الكونفيجريشن اللي انت عايزها وتحط فيديوز وتعمل بابلش للميديا بتاعتك عن طريق ويب انترفيس. فانت علشان اخترت دي ونزلت كومبوننت بتاعت اي اي اس فمش هينفع ان انت تستخدم البورت 80. يعني احنا لو شلنا دي كده هينفع؟ لا برضو مش هينفع، لان اللوجنج ايجنت برضو كانت بتستخدم كومبوننت من الاي اي اس. طيب احنا لو شلنا اللوجنج ايجنت كمان كده نعمل previous بس او نكنسل خالص ونجرب نحط الرول من الاول. كده السيرفيس بتاعه الاي اس ما حطيناش منها اي حاجه، فهنبدا نقوم قايلين له ان احنا عايزين الاستريمنج ميديا سيرفيس. وتعالوا كده نجرب ما نحطش الويب بيزد ادمنستريشن اللي بتضطرنا لان احنا نحط كومبوننت من الاي اي اس. فهنلاقي في الحاله دي ان انت تقدر تستخدم الاثنين بروتوكول في عمل البرودكاستنج للميديا بتاعتك. طيب احنا هنعمل باك، انا هنزل بس الويب ادمنستريشن علشان حتى نشوف شكلها بيكون عامل ازاي، وطبعا هنمشي مع بعض نيكست كده. دي الكومبوننت بتاعت الاي اي اس اللي هتنزل، وهنبدا نعمل انستليشن للسيرفيس بتاعتنا. واحنا بقى بنعمل انستليشن للسيرفيس بتاعتنا احنا بنشتغل دلوقتي على ملفات ميديا مظبوط. فطبعا وانت على السيرفر يعني وانت بتستخدم الكونسول اللي هيمكنك من ان انت تقدر تعمل مانجمنت للميديا فايل اللي انت هتوزعها للناس او اللي هتخلي الناس ان هم يقدروا يشوفوها، اكيد هتحتاج برنامج الويندوز ميديا بلاير. تمام، باي ديفولت في ويندوز سيرفر 2008 الويندوز ميديا بلاير ما بيبقاش انستول. فاحنا علشان نعمله انستول، واحنا بنعمله انستول ليه دلوقتي على السيرفر؟ علشان يعني اعمل عمليات التست على الميديا اللي انا بحطها، يعني وانا جاي اعمل برودكاستنج لاي فايل اشوف الاول على السيرفر هو شغال ولا لا، اشوف البرودكاست نفسه هيشتغل ولا لا، نشوف البابلش بوينت اللي هنتكلم عنها كمان شويه تم تفعيلها ولا لسه. فالحقيقه ان احنا علشان نعمل الكلام ده هوت هنحتاج نقوم فاتحين السيرفر مانجر وهنبدا ننزل فيتشر مش رول، فيتشر اسمها الويندوز اكسبيرينس. والويندوز ديسكتوب اكسبيرينس الحقيقه بتحتوي على حاجات تانية كتير غير موضوع الويندوز ميديا بلاير، بتحتوي على برامج تانية، ولكن احنا البرنامج اللي يهمنا دلوقتي هو الويندوز ميديا بلاير، ولذلك هو ده اللي احنا هنبدا ننزله بعد الانتهاء طبعا من الانستليشن بتاعه سيرفيس الاستريمنج ميديا سيرفيس. كده الرول بتاعتنا خلاص مفروض اتعمل لها انستليشن، فهنقوم قايلين كلوز وهنبدا بقى ننزل الفيتشر اللي احنا اتكلمنا عنها بتاعه الويندوز ديسكتوب اكسبيرينس. فهنبدا نعمل اد فيتشر كده،
وهنبدأ نختار الديسكتوب اكسبيرينس اللي احنا اتفقنا ان هي هتنزل لنا الويندوز ملتي بلاير. في الغالب بعد انزال الفيتشر دي هنحتاج ان احنا نعمل عملية ريستارت، فهننتظر بس لحد ما الفيتشر دي يتعمل لها انستليشن. كده الديسكتوب اكسبيرينس خلاص اتعمل لها انستليشن والريستارت بيندنج طبعا، فهنقوم قايلين كلوز وهنسمح بان احنا نعمل عملية ريستارت للسيرفر علشان بس السوفت وير بتاع الويندوز ميديا بلاير يبقى موجود معانا. كده المكنة بتاعتنا عملت الريستارت بتاعها، فهنعمل لوجن بس. الانستليشن بتاعتنا كده المفروض ان هي خلصت. تعالوا بقى نقوم قايلين كلوز ونشوف ايه التغيرات اللي حصلت. مبدئيا طبعا الويندوز ميديا بلاير المفروض ان هو نزل، اهو احنا بس هنشغله علشان نعمل السيتنج بتاعته. ممكن تختار اكسبريس سيتنج، طبعا لما يعني لما كمان شويه كده هنبدا نعمل بابليش بوينت هنشوف ازاي نقدر نفتحها عن طريق الويندوز ميديا بلاير، فاحنا هنقفله دلوقتي مش محتاجينه. ونروح بقى نفتح الكونسول بتاع السيرفيس نشوف الاثنين كونسول اللي احنا نزلناهم موجودين ولا لا. احنا اتفقنا ان في اثنين كونسول نزلناهم، كونسول بيشتغل لوكال وكونسول بيشتغل عن طريق الويب انترفيس. فالكونسول اللي هو بيشتغل لوكال اللي هو الويندوز ميديا سيرفيس اللي هو ده. تعالوا الاول نتفرج على الكونسول اللي هو بيشتغل عن طريق الويب انترفيس. طبعا الكونسول ده لما جينا نشغله فبيقول لي ان السكيور سوكت لاير او الاس اس ال ما هياش انيبلد في الويب سايت بتاعك، فتحب ان انت تكونتينيو او تعمل المانجمنت اللي انت عايز تعملها يعني بس مش سكيور، يعني هتقدر تادمنستريت اللوكال ويندوز ميديا سيرفر بس مش هتبقى الكونكشنز بتاعتك سكيور. طيب انا ازاي اخلي الكونكشن بتاعت سكيور؟ اولا احنا لو جينا ندخل كده علشان نفتح الكونسول بتاع الاي اي اس علشان نخلي الكونكشن سكيور مش هنلاقي ان في حاجه اسمها اي اي اس هنا، فتعالوا بسرعه كده ننزل الكونسول بتاع الاي اي اس. فهننزل الرول بتاعه الاي اي اس، هي اوريدي هتلاقوها نازله، ولكن سوري احنا هننزل الرول بتاعه الاي اي اس، هي نازله بس احنا هننزل منها سيرفيس. طبعا في جزء كان اتعمل انستليشن علشان الويب كونسول بتاع الميديا سيرفر، ففي جزء تاني هنبدا ننزله علشان بس نقدر نشتغل او نمانج الاي اي اس بتاعتنا، وهو الاي اي اس مانجمنت كونسول. ده بس احنا بننزله علشان نشوف الشكل بتاع الويب انترفيس هيكون عامل ازاي او ازاي هنأكسسه يعني سكيور. نروح بقى نفتح الكونسول بتاع الاي اي اس. لو رحنا كده عملنا اكسباند للسايتس اللي موجوده في الكونسول بتاع الاي اي اس بتاعنا، هتلاقوا ان السيرفيس بتاعه الميديا سيرفر دي عملت لنفسها سايت اسمه ويندوز ميديا ادمنستريشن سايت. ده طبعا اللي من خلاله بتقدروا ان انتوا تعملوا عمليه المانجمنت للسيرفر بتاعكم. طيب تعالوا كده نبص في البايندنج بتاعتنا، هنلاقي ان هو بيفتح على بورت 8080، يعني لو رحنا فتحنا كده الانترنت اكسبلورر هتلاقوا مكتوب في العنوان اللي هو HTTP لوكال هوست اللي هو طبعا السيرفر يعني، وبعدين 8080. احنا كنا اتعلمنا في الاي اي اس ان انت لو عايز تاكسس
سايت بس ببورت تاني غير بورت 80، فبتكتب نقطتين وتقوم كاتب البورت بتاعك. طيب احنا دلوقتي عايزين ناكسس السايت اللي هنعمل منه المانجمنت ده سكيور، فهنعمل ايه؟ هنقوم نعمل بايندنج جديد للسايت ده، بس هيكون طبعا HTTPS. بس المشكلة طبعا ان احنا لما هنيجي نفتح هنا مش هنلاقي ان فيه certificates يعني، فممكن نروح احنا نعمل self sign certificates، يعني نروح هنا كده ونقوم فاتحين server certificates ونقوم قايلين ان احنا عايزين نكريت self sign certificates، ممكن نسميها WMS مثلا. بعد ما بقى خلاص كده في السيرتيفيكتس، نقدر بقى نقوم رايحين هنا ونغير البايندنج بتاعه السايت علشان نقدر ان احنا نادمنستريت السايت ده عن طريق الويب انترفيس، بس يكون سكيور طبعا. دلوقتي ممكن ما نحتاجش ال HTTP ده خلاص، او مش هنحتاج خلاص البورت اللي هم شغالين عليه ده، فممكن تمسحوه مش هيبقى ليه لازمه يعني. وتعالوا بقى نجرب ان احنا نكونكت كده، طبعا هنكونكت بقى HTTPS. هنقوم قايلين continue. هو طبعا المسج دي انتوا عارفين ليه، علشان السيرتيفيكتس مش معمولة بنفس اسم السايت. كده السايت اللي المفروض هنمانج بيه السيرفيس دي اصبح كده سكيور. تمام. طيب نقدر ان احنا دلوقتي نادمنستريت السيرفيس اللي على اللوكال سيرفر ده، او نادمنستريت سيرفيس موجوده في ميديا سيرفر تاني، يعني تادمنستريته سيرفر اخر ويكون عليه نفس السيرفيس دي من الانترفيس بتاع الويب ده. طيب تعالوا كده نفتح الكونسول بتاعنا اللي هو الكونسول اللوكال، ونشوف ايه الحاجات اللي احنا نقدر بقى نعملها. اولا كده احنا عندنا هنا البابليش بوينت. ايه البابليش بوينت دي؟ انا دلوقتي لما باجي بقرر ان في مجموعه من الميديا فايل سواء كانت صوت او صوره، وعايز ان انا اخلي الناس دي تقدر ان هي تاكسس الميديا فايل دي، فببساطه كده هروح اعمل فولدر. تمام. هو في طبعا فولدر باي ديفولت معمول، بس احنا عايزين نعمل الموضوع ده بايدينا من الاول، فهنقوم عاملين فولدر جديد ونسميه بابليش بوينت مثلا 1. تمام. الفولدر ده انا هبدا احط جواه مجموعه الفيديوز اللي انا عايز انشرها. بس قبل ما نتكلم في موضوع الفيديو ده، تعالوا نشوف ازاي نعمل بابليش بوينت جديده. احنا لما بنيجي عند البابليش بوينت اللي هو العنوان، انت كده بتنشئ عنوان علشان الناس تقدر تدخل في الفيديوهات اللي جوه العنوان ده. العنوان ده ممكن جدا يكون بيحتوي على فيديو واحد بس، وممكن يكون بيحتوي على اكتر من فيديو، وممكن يكون بيحتوي على برودكاست يعني اذاعه شغاله. فتعالوا كده نشوف على الطبيعه ان احنا نقدر نعمل نوعين من البابليش بوينت، يا اما باستخدام الويزرد يا اما باستخدام الطريقه الديفولت. الطريقه الديفولت يعني ايه؟ يعني هو هيبدا ينشئ لك البابليش بوينت وانت هتبدا تكونفيجر كل جزء فيها على حده لوحدك. احنا هنجرب الطريقتين. تعالوا نجرب الاول الويزرد. لما بنيجي نقوم قايلين ان احنا عايزين ننشئ بابليش بوينت بالويزرد، فبيقول لي الاول اختار طبعا اسم البابليش بوينت، فتعالوا نختار ان هي هيكون اسمها مثلا اي اسم انتوا عايزينه، بس خلوا بالكم ان الاسم اللي انت بتختاره ده هو الاسم اللي اليوزر هيكتبه، فحاولوا ان هو يكون فريندلي نيم ويكون حاجه بسيطه كده، ما يكونش حاجه كبيره يعني. فممكن نسميه مثلا MM مثلا، وبعدين هنقوم قايلين نكست. دلوقتي بقى في اربع اختيارات عندنا. في حاجه اسمها الانكودر. امتى نختار كل واحد؟ الانكودر ده بنختاره لو انت السيرفر بتاعك هيبدا يستخدم لايف ستريم. يعني مثلا لو في عنوان بتاع لايف ستريم زي مثلا نجوم اف ام مثلا، وانت قمت جبت اللايف ستريم بتاع الاوفيشال ويب سايت بتاعه، فممكن جدا تبدا تقوم تكتب اليو ار ال اللي عليها الستريم بتاعت نجوم اف ام على السيرفر بتاعك، والسيرفر بتاعك يبدا يبث هذه البرودكاست
للناس اللي موجودة في النتورك. ولذلك انا لما ببدأ اختار الانكودر فده معناه ان السيرفر بتاعك هيبدأ ياخد البث بتاعه من جهاز اخر، الجهاز الاخر ده احنا بنطلق عليه الانكودر، يعني حضرتك ما انتش هتحط الميديا فايل بايديك. ولذلك هم قايلين ايه، الانكودر ده بيستخدم لما بتكون بتعمل حاجة اسمها اللايف ستريم. فلو اخترنا الانكودر وقمنا قايلين نيكست، فبالتالي ما قدامكش غير ان انت تختار برودكاست. يعني على سبيل المثال، حد قبل كده عرف لو ما يدخل على بث مباشر على الانترنت لقناة الجزيرة او للمصرية او للفضائية او اي قناة بتعمل بث مباشر، ينفع ان انت تعمل فاست فورورد، او ينفع ان انت تعمل عملية بوز، او ينفع تعمل عملية تقديم او تأخير؟ ما ينفعش، ده برودكاست. يعني انت لو عملت ستوب وجيت شغل تاني مش هيشتغلك، او عملت بوز لو جيت شغل تاني مش هيشتغلك من نفس الوقت اللي انت وقفت عنده، هيشتغلك من عند الوقت اللي هم شغالين فيه ده دلوقتي، اذا على لايف بقى، تمام؟ فبالتالي لما بندوس نيكست ما قداميش غير البرودكاست، يعني نوع البابليش بوينت اللي انا بعملها دي نوعها برودكاست، وبالتالي البرودكاست اليوزر ما يقدرش ان هو يعني يعمل فيه بوز ولا اي حاجه. حتى هم قايلين ان هو سيميلر تو فيوينج ا تلفزيون بروجرام، ما تقدروش طبعا توقفوا برامج التلفزيون، تمام؟ في نوع تاني اللي هو الديمد، اللي هو طبعا ما ينفعش ان احنا نختاره بما اننا مختارين هنا الانكودر، اللي هو الاون ديماند او تحت الطلب. يعني ايه تحت الطلب؟ يعني انت مثلا ايه، هعمل لك كده فولدر احط لك فيه شويه مثلا اخبار او شويه محاضرات تعليميه في مجال مثلا الهايبر في، فهقوم اعمل لكم سايت لوكال كده، ونقوم ايه عاملين كليك على المكان او على اللينك اللي توديني عند البابليش بوينت اللي انا حاطط جواها الفيديوهات بتاعه الهايبر في، وانت بقى تقدر تقدم، تعمل بوز، تعمل ستوب، تنتقل للدرس التالي، تنتقل للدرس السابق اون ديماند بقى، يعني فايلز موجوده وتحت طلب، انت اللي بتبدا تحدد عايز ايه ومش عايز ايه. طيب انا لو مشيت معاه للاخر كده قلت له برودكاست، هيقوم قايل لي طيب انا عندي نوعين من عمليه البث في موضوع البرودكاست، ان انا اذيع للناس اللي تطلب مني هذه الاذاعه. ما هو الناس هتطلب ازاي؟ بعنوان، عنوان هيكتبوه في الانترنت اكسبلورر، او عنوان هيقوموا كاتبينه في الويندوز ميديا بلاير بتاعهم، وهنشوف ازاي يكتبوا العنوان ده. المهم ان الناس لما بتيجي تطلب الداتا اللي انا حاططها دي، سواء كانت برودكاست او اون ديماند، بيقوم قايل لي انا ممكن اتعامل مع الكلاينت دول عن طريق اليونيكاست او المالتي كاست. اليونيكاست يعني هيبدا يتعامل مع كل كلاينت لوحده على حده، وده طبعا بيسبب استغلال كبير جدا للباندويدز، يعني هيقللها قوي، فلا يفضل اطلاقا ان احنا نستخدم اليونيكاست الا يعني لو الاستراكشر بتاعتنا كانت قويه. الاختيار الثاني هو المالتي كاست، يعني بيبدا يبعت الباكت هي لكل الكلاينت. طب ايه الفرق؟ الفرق ان السيرفر هنا بيبدا يكرييت باكت لكل كلاينت في اليونيكاست، لكن في المالتي كاست هي باكت واحده بيبعتها لكل الكلاينت مره واحده، فبالتالي ما مش بيستخدم باندويدز ومش بيستخدم ريسورس كمان من السيرفر كتير. طيب ايه المشكله؟ المشكله ان في بعض الكلاينت ما بتعرفش تستقبل مالتي كاست. قاموا قالوا خلاص مفيش مشكله، احنا هنخلي البث بتاعنا للبرودكاست اللي انت بتعمله ده مالتي كاست وكل حاجه، بس هنينيبل اليونيكاست رول اوفر. الخاصيه دي بتسمح بان لو في جهاز مش بيدعم المالتي كاست فبيبدا السيرفر بتاعك يتعامل معاه يونيكاست اوتوماتيك، لكن هيبقى الديفولت هو ايه؟ هو المالتي كاست. طيب بعد كده هنيجي عند الخطوه دي بقى، وهيبدا يقول لي اكتب لي بقى اليو ار ال اللي انا هجيب منها البث المباشر اللي انت عايزني ازعهولك. فبالتالي هنقوم كاتبين بقى ايه اليو ار ال بتاعه الانكودر او بتاعه الجهاز اللي بيبعت لي البث المباشر، تمام؟ فطبعا احنا مش بنعمل بث مباشر حاليا، ولذلك انا هعمل باك كده وهنبدا نشوف الاختيارات التانية ايه. احنا عرفنا ان الانكودر خلاص ده علشان نعمل بيه بث مباشر، ولا بد من وجود جهاز اخر اكون عارف اليو ار ال بتاعه. ممكن الجهاز ده على فكره يكون معانا، يعني ممكن يكون دومين ممبر، يعني مش شرط ان هو يكون سايت على الانترنت، لا
ممكن يكون جهاز انا مخصصه لهذا الغرض وحاطط عليه ابلكيشن بتعمل كده، او حاطط عليه كاميرا مثلا والكاميرا دي انا مشغلها علشان تقدر تصور المكان اللي احنا فيه مثلا، زي ما هو معمول في جامعات كتير جدا حاطين كاميرا كده وانت بتدخل على السايت وتشوف لايف فيو من الوقت الحالي. فالكاميرا دي بتبعت الارسال بتاعها للسيرفر، والسيرفر ده بيبقى هو الانكودر، وبيبقى عليه ابلكيشن هي اللي بتبدا تمانج الكلام ده هوت. طيب الطريقه الثانيه حاجه اسمها البلاي ليست، والبلاي ليست دي معناها ان حضرتك هتقوم جايب مجموعه من الفايلز، مجموعه فايلز اللي هي شويه مثلا اغاني او ملفات صوتيه يعني، على ملفات فيديو، على صور لو حبيت، وبيتحطوا كلهم كبلاي ليست واحده، ولما بييجوا يشتغلوا بيشتغلوا كحاجه واحده، يعني مش بيشتغلوا اغنيه اغنيه واليوزر يقعد يقوم دايس نيكست وكده، لا هم بيشتغلوا كلهم كشيء واحد. زي مثلا ان انا اقوم عامل خمس حلقات بيتكلموا مثلا في موضوع معين زي الفي ام وير، وبعدين اقوم عاملهم كبلاي ليست. البلاي ليست انتوا مش هتحسوا ان دي حلقه ودي حلقه، يعني مش هتلاقوا فيه فاصل، لا هتلاقوهم ماشيين كلهم كانهم فيديو واحد. فبالتالي لما بنبدا نختار البلاي ليست بيقول لي طيب البلاي ليست اللي انت هتعملها دي عايزها يتم اذاعتها كبرودكاست ولا اون ديماند؟ طبعا لو هتذاع كبرودكاست اليوزر مش هيقدر يعمل عمليه بوز. طيب معنى كده ايه؟ ان انت لو جيت قمت حطيت مثلا 12 فيديو ورا بعضيهم في الليست اللي لسه هنحطها كمان شويه، فال 12 فيديو اللي انت حطيتهم دول لما هنيجي نشغل البرودكاست فات مثلا ايه 10 دقائق، جه واحد تاني كتب نفس الادرس بتاع البابلش بوينت اللي انا بعملها دي اللي هي البرودكاست، مش هيشوف اول فيديو، لا هيشوف الفيديو اللي شغال دلوقتي، هيشوف الفيديو اللي شغال دلوقتي، واخدين بالكم؟ طيب لو انا عملتها اون ديماند، لا لو عملتها اون ديماند بقى خلاص كل يوزر هيدخل هيبدا ان هو يعمل بوز، يعمل فاست فورورد، يعمل ريويند وهكذا، كل يوزر يقدر ان هو يتحكم في الليست دي، يعني كل يوزر هيقدر يدخل يفوت مثلا ايه خمس دقايق من الليست، يقلل خمس دقايق، يجيب الليست اللي انا عملتها دي لورا شويه لقدام شويه، يعني اليوزر هيبقى عنده كنترول في الكلام ده هوت. طيب لو عملنا النكست هيقول لي طيب الببلش بوينت دي انت هتعمل ببلش بوينت جديده ولا هتستخدم ببلش بوينت موجوده مسبقا؟ فطبعا هقول له انا هعمل ببلش بوينت جديده. هيقول لي طيب الليست بقى اللي هي مجموعه الميديا اللي حضرتك هتحطها هتستخدم ليست كانت موجوده قبل كده؟ هو انا ينفع اساسا استخدم ليست كانت موجوده قبل كده؟ اه طبعا، ما هو احنا هنشوف كمان شويه ازاي انت تعمل الليست. ولا بيقول لك انت هتعمل نيو بلاي ليست؟ هقول له لا والله انا هعمل نيو بلاي ليست، لان احنا طبعا لسه ما عندناش اي بلاي ليست. طيب هيقول لي بقى حط لي بقى البلاي ليست اللي انت هتحطها دي او مجموعه الفايلز بتاعه الميديا. فهنقوم دايسين اد ميديا كده، وهنقوم قايلين براوز، وهنقوم جايبين شويه ملفات نحطها ورا بعض. ممكن تسلكت دايركتوري، يعني تسلكت فولدر جواه شويه ميديا وهو اوتوماتيك هيقوم عامل لك فايل اسمه البلاي ليست. البلاي ليست ده لما حد هيشغله هيقوم يشغل له كل الميديا اللي موجوده جوه الفولدر اللي انت قلت عليه. او ممكن ان انت تقوم تسلكت فايل وكل فايل موجود في حته، يعني مش لازم تقوم تجمع ملفات الميديا اللي انت عايز تحطها في البلاي ليست في فولدر الاول، لا ممكن الملفات تكون متناثره موجوده في فولدرز كتير، فسيادتك تقوم رايح على كل فولدر تختار مثلا انكودر او تعالوا نختار الفايل ده، انا بس بختار الفايلز دي على فكره هتلاقوها موجوده في المسار ده باي ديفولت، دي بتنزل مع السيرفيس بتاعه الويندوز ميديا سيرفيس، هي فايلز كده صغيره يعني حجمها مش كبير، فممكن اسلكت الفايل ده وتعالوا علشان نثبت الموضوع ده تعالوا ايه نروح كده نجيب شويه فايلز بتاعه فيديو من اماكن مختلفه، وليكن مثلا انا هعمل بس فيو للاكستنشن علشان نشوف الاكستنشنز بتاعت الفايل دي نعرف مين منهم بلاي ليست ومين منهم فيديو. طيب هناخد البين بول ده هناخده كوبي كده ونقوم حاطينه جوه الفولدر اللي احنا كنا تقريبا عملنا فولدر اسمه بي بي 1 ده اسمه ببلش بوينت. المهم انا حطيت فولدر هنا
ليه حطيته هنا؟ علشان بس ايه نثبت ان احنا نقدر البلاي ليست بتاعتنا نعمل لها كوليكشن من اماكن متعدده، يعني مش لازم يعني تكون مجمع الميديا بتاعتك في مكان واحد. طيب انا اخترت الملف الاولاني من الروت ده او قايل اد، بصوا كده لما عملت اد اتحط هنا. جميل، انا مش هقفل بقى الويندو دي، هروح كده اقوم ايه جايب ملف من مكان اخر اللي هو الفولدر ده، هقول له هناخد الملف ده كمان وهنقوم عاملين اد واوكي. انا كده اخترت ملفات الميديا اللي هيتم وضعها في البلاي ليست اللي هيتعمل لها برودكاستنج اون ديماند، يعني تبعا لرغبه المستخدم، يعني المستخدم هيبقى عنده الكنترول. طيب في زرار اسمه الاد ادفيرسمنت، وطبعا ده احنا هنستخدمه كمان شويه بس لما نعرف ازاي نحط اعلانات الاول، فخلونا في البلاي ليست اللي احنا بنصممها دي دلوقتي، وهنقوم قايلين نيكست. هيقول لي بص انا هعمل لك بلاي ليست اهو وهخزنها لك في المكان ده، تقدروا طبعا بكل حريه ان انتوا تختاروا مكان اخر للتخزين، مش شرط خالص ان انتوا لازم يعني تخزنوا البلاي ليست بتاعتكم في نفس المكان ده، هو ممكن تتخزن في اي حته انتوا عايزاها. طيب بس لو هتخزنها في اي حته اعمل براوس من دلوقتي وابدا اختار الحته اللي انت عايز تخزنها فيها. طيب تعالوا نخزنها جوه الفولدر اللي احنا عملناه عشان بس نبقى شايفين الحاجات بتاعتنا اتحطت فين، وممكن تسموها بقى باي اسم، ممكن سميها ماي ليست مثلا، وهنقوم قايلين سيف. بعد كده هنقوم عاملين نيكست. هيقول لي طيب هو اليوزر لما يجي يشغل الليست دي لما تخلص يحصل ايه؟ ممكن تعمل لوب، يعني كل ما تخلص تتعاد مره تانية اوتوماتيك، وممكن نعمل شالف، يعني ايه؟ يعني الليست ما تشتغلش بنفس الترتيب اللي انت حطيته. الترتيب اللي هو ده يا جماعه، بصوا انا حطيت الفايل ده الاول وبعديه الفايل ده، مش شرط ان انا بقى لما اليوزر يجي يشتغل هيشوف ده بقى بالعافيه الاول وده بالعافيه رقم اتنين، لا انتوا طبعا مبدئيا تقدروا تعملوا موف اب وموف داون بنفس الترتيب اللي انتوا حاطينه هنا هيتم عرض الفيديوهات او الملفات بتاعه الميديا، لكن ممكن كمان نقوم قايلين له اعمل شالفنج، يعني ايه؟ يعني اعرض راندوم، ما تبقاش العمليه ماشيه بالترتيب اللي انا حطيته، تمام؟ طيب بعد كده هنقوم قايلين نيكست. هيقول لي اعمل انيبل لوجنج للببلشنج بوينت دي، يعني ايه نعمل انيبل لوجنج؟ يعني لما حد يدخل يقوم قايل لي فلان دخل الساعه كذا وعمل ستريم لكذا كيلو بايت ولا لا، فطبعا هو ده بيبقى لود شويه على السيرفر، بس في نفس الوقت بيبقى نوع من انواع السكيورتي انك بتعرف ايه هي الملفات اللي عليها لود كتير، ايه هي الببلش بوينت اللي بتبدا تستخدم كتير وبتستخدم من الساعه كام للساعه كام، فتقدر يعني تعملها عمليه سبورتنج. anyway احنا مش هنحتاج يعني الموضوع ده، او مش هنحتاج ان احنا نعمل لوجنج، مفيش اجهزه كتير. بعد كده بيقول لي طيب انت عملت الاوبشنز دي، بيقول لي النيم بتاعه الببلش بوينت اهو، نوعها اون ديماند يعني الشخص هيقدر يتحكم في كل حاجه، الكونتنت او المحتويات اللي انت هتعمل لها عمليه اذاعه او عمليه بث موجوده في المسار ده، المسار ده اللي انتوا خزنتوا فيه البلاي ليست، تمام؟ عمل البلاي ليست ومحتويات البلاي ليست لا علاقه لها مطلقا بالمكان اللي انت بتخزن فيه البلاي ليست، يعني هما بيروحوا او السيرفيس دي بتقوم رايحه تجيب البلاي ليست، والبلاي ليست جواها بقى الانفورميشن اللي بتقول انا جوايا فايل كذا اللي موجود في الروت الفلاني وفايل كذا اللي موجود في الروت الفلاني وهكذا. وطبعا ما شغلناش احنا الكلاينت لوجينج والبلاي ليست ترانسفورم بلجن انيبلد. طبعا الترانسفورم بتمثل مجموعه البيانات والمعلومات الخاصه بالبلاي ليست اللي انت بتحطها. طيب بعد كده هنقوم قايلين نيكست. فبيقول لي انت لحد دلوقتي تقدر جدا ان انت تعرض الحاجات اللي انت قلت لي عليها دي، بس في حاجه انا ممكن اعمل لك حاجه اسمها ال ASS فايل و HTML فايل. يعني ايه؟ يعني بعد ما خلصنا عمل الببلشنج بوينت عايزين بقى نشوف اليوزر هيطلب الببلشنج بوينت دي ازاي. الحقيقه ان اليوزر يقدر دلوقتي يطلب الببلش بوينت عن طريق العنوان اللي انتوا شايفينه ده، يعني يقوم يروح الانترنت اكسبلورر بتاعه ويكتب mms://dc1.innovation.com اللي هو اسم الجهاز سلاش mm، الام ام دي اللي هي اسم الببلش بوينت. وفي الحاله دي البراوزر بتاعه هيقوم قايل له طيب تحب تعمل بقى سيف، سيف لايه؟ سيف للبلاي ليست، ما هو اصل البلاي ليست يعني هتعرض قدامه كفايل،
وهو يقوم يدوس عليه دبل كليك، فاللي مسؤول عن تشغيل النوع ده من الملفات على الاجهزه بتاعه الكلاينت هو الويندوز ميديا بلاير، فيقوم يشغل لنا البلاي ليست دي. هو بيقول لك لا ده انا عندي طرق تانية، ده انا ممكن انشئ لك ملف ويب، تمام، وملف الويب ده اليوزر يفتحه يقوم يلاقي البلاير امبيدد او موجود جواه، تمام. طيب احنا ممكن ننشئ هذا الملف وممكن ما ننشئوش، مفيش اي مشكله. طيب تعالوا ندوس فينش كده، هو هيبدا يلانش طبعا الويزرد اللي هيخلينا ننشئ هذا الملف. هنقوم قايلين نيكست. هيقول لي طيب اليو ار ال او الكونتنت هتبقى موجوده في اليو ار ال دي، الكلام ده مظبوط؟ لو مظبوط اوكي، مش مظبوط تقدر تغير اسم الجهاز او المكنه يعني اللي عليها الكونتنت دي. بعد كده هنقوم قايلين نيكست. فبيقول لي هنا الفايل اللي انا هعمله اللي هو الاي اس اكس اللي هيمكن اليوزر اللي هم الكلاينت الكتير اللي هيتفرجوا على الميديا دي من انهم يتفرجوا عليها من خلال يعني البراوزر بتاعهم، الفايل ده انا هخزنه في المكان ده. ممكن تخزنه في المكان ده وممكن يتخزن في اي مكان اخر براحتكم، فممكن تختاروا مكان تاني، يعني ممكن نختار مثلا نفس المكان اللي احنا اشتغلنا عليه اللي هو ده، وهيقوم قايل لي طيب تحب تكريت ويب بيج ليها علشان يبقى في ويب بيج البلاير امبيدد جواها. هو بيقول لي كريت ويب بيج ويز امبيدد بلاير، يعني صفحه كده هنفتحها هنلاقي البلاير بتاع الويندوز ميديا بلاير موجود جواه زي ما بتفتحه كده البث المباشر بتاع معظم القنوات. فهنقول له اه اعمل لنا صفحه، يقول لي طب اخزن لك الصفحه دي فين؟ فهنقول له والله برضو خزنها لي في نفس المكان اللي انا اخترته اللي هو ده. ممكن تخزنوها في نفس المكان ده او ممكن تخزن في الديفولت روت. الديفولت روت طبعا اللي هو 3W روت اللي هو الديفولت ويب سايت، تمام. طيب بيقول لي لو انت يعني بتعمل صفحه انترنت وعايز تاخد ال HTML كود اللي لو حطيته في الصفحه بتاعتك يقوم يعمل لك الامبيدد بلاير اللي هو بيعمل لك البلاير اللي جوه الصفحه ده، ممكن تكوبي السينكس للامبيدنج ده وتبدا تحطها في الصفحه بتاعتك. فلو احنا ناويين نعمل حاجه زي كده فهو بيقوم حاططها لي في الكليب بورد وبعد كده بعمل لها بيست في اي نوت باد، وتقدروا ان انتم فيما بعد بقى ايه تستخدموها او تعملوا لها كوبي وبيست يعني في صفحه ثانيه. فاحنا مش هنحتاج الاوبشن دي لان احنا مش هنعمل صفحه انترنت يعني. بيقول لي بعد كده التايتل بتاع الببلش بوينت دي هيكون MM. لو عايزين تحطوا اي اديشنال انفورميشن زي الاوثر والكوبي رايتس البانر اللوج يور ال فممكن تبداوا تحطوا الداتا دي او ممكن تسيبوها بلانك كده ونقوم قايلين نيكست. فبيقول لي تحب تعمل تيست للفايلز بعد ما تدوس يعني فينش للويزر ده. فلو عايزين هنقوم نعلم على التشيك بوكس ده، مش عايزين ممكن تشيلوا التشيك بوكس ده وتعملوا تيست بعد كده براحتكم. طيب احنا هنقول له ان احنا عايزين نعمل تيست وهنقوم قايلين فينش. فبيقول لي بقى ايه تحب تتست الانونسمنت ولا تتست الويب بيج؟ ما هو احنا اصل عملنا حاجتين بالانونسمنت دي، عملنا حاجتين، عملنا فايل، الفايل ده ممكن اوزعه على الناس كده يعني احط لهم حتى في فولدر شير وياخدوا منه كوبي ويحطوه على الديسكتوب عندهم ده الكلاينت ويدوسوا عليه دبل كليك فيشغل لهم ايه البلاي ليست اللي انا عملتها عندي في الببلش بوينت. وعملت كمان صفحه ويب، صفحه ويب هيبقى جواها بلاير، البلاير ده هيشغل نفس الحاجه اللي موجوده في البلاي ليست اللي انا حطيتها في الببلش بوينت. يعني ممكن لو دوست تيست دلوقتي هيشغل لي من هنا البلاير او الويندوز ميديا بلاير وهيشغل لي الليست. الليست بتاعتي كانت بتحتوي على فيديوهين، هنشوف فعلا هو الفيديوهين دول موجودين ولا لا. ادي الفيديو الاولاني بس هو حجمه صغير شويه، وادي الفيديو الثاني. طبعا تقدروا ان انتوا تعملوا عمليه بوز وترجعوا تعملوا بلاي تاني. ليه؟ اصل انت مختار اون ديماند فتقدر ان انت تعمل اللي انت عايزه يعني، تمام. وكتب لنا طبعا الانفورميشن اللي احنا كنا اخترناها اللي هو الاسم، لو كنتوا كاتبين اوسر او اي حاجه تانية كانت هتظهر يعني. طيب تعالوا نتست كده على الويب بيج، نشوف على الويب بيج الكلام ده شغال ولا لا. طبعا اشتغل بالاكتف اكس فهنقلاه للاكتف اكس. ادي الفيديو الاولاني هو حتى هنا اوضح شويه من الميديا بلاير، والفيديو الثاني تقدروا ان انتوا تدوسوا كده فيقوم جايب لكم الفيديو الثاني من قبل ما يخلص. طيب
ده كلام جميل قوي. تعالوا بقى نقفل الكلام ده هوت ونو مايلين اكزيت، وكده احنا عملنا ايه؟ بابلش بوينت. العلامه دي بتتاخد لما بيكون البابلش بوينت دي نوعها اون ديماند. طيب انا عندي بابلش بوينت عايز اتفرج على الحاجات اللي فيها، ففي عندكم تاب اسمه المونيتور. المونيتور ده بتقدروا تشوفوا منه الريسورسز اللي مستخدمه من قبل البابلش بوينت دي. فبيقول لك هي بتستخدم من السي بي يو بس 6% او 7% وهكذا، كرييتد امتى، او لاست يعني الكاونتر بتاعك اتعمل له ريسيت امتى، سوري. الكرنت ليميت سيتنج، فمفيش ليميت يعني مفيش كرنت للكلاينت. تقدروا طبعا تحددوا الكلاينت اللي يقدروا يدخلوا يكونوا كام علشان ما نبطئش الدنيا شويه، هنشوف كمان شويه بتحددوا منين. البرسنتج اوف ليميت، النسبه المئويه من الليميتس اللي انت اخترته وهكذا. طبعا اهم حاجه احنا بنبص عليها في حاجه زي كده هي الباندويدز. فبيقول لك الكرنت باندويدز المخصصه للموضوع ده هي انليميتد الحقيقه، والبرسنتج اوف ليميت برضو انليميتد. البيك سينس لاست كاونتر ريسيتس 3500 كي بي اس، ده اكبر ستريمينج حصل، اللي هو الستريم الديفولت بتاع الملف نفسه. طيب الكارنت الوكيت باندويدز اللي هي الباندويدز المستخدمه حاليا بيقول لي هي 0 كي بي اس. طيب احنا لسه لحد دلوقتي ما اتكلمناش على الادفيرتايزنج او موضوع الاعلانات ده هو بيتعمل ازاي. بس ما تعالوا الاول ما ننساش كده ان احنا لما عملنا بابلش بوينت بالويزرد كان لسه في شويه انواع تانية. يعني لو سمينا دي مثلا بي بي 2، في عندنا حاجه اسمها وان فايل. ده بيستخدم امتى الوان فايل ده؟ الحقيقه ان ده هو بيستخدم لعمل برودكاست، ولكن لفايل واحد بس مش لليست. فبالتالي لما هتختاروها الطبيعي بقى ان احنا بنقوم قايلين له احنا عايزين برودكاست ولا اون ديماند، فبرضه هيقوم قايل لي طيب لو انت عايزها برودكاست تعالوا نجرب البرودكاست، احنا ما عملناهوش لسه. عايز البرودكاست يبقى يونيكاست ولا مالتي كاست؟ هنقول له لا مالتي كاست، بس انيبل اليونيكاست لو في يوزر مش بتسبورت المالتي كاست. هيقول لي طيب الفايل فين بقى؟ هو انت خلي بالك ان انت مختار ايه؟ مختار حاجه اسمها وان فايل. فبيقول لك فين الفايل اللي انت عايزني ازعه لك؟ فبنعمل براوس وبنجيب الفايل من اي مكان، يعني ممكن نجيب فايل زي ده ونو مايلين سيلكت فايل، هو ده الفايل اللي انا عايزه، وبعد كده نيكست. طيب انيبل لوجينج ولا لا؟ زي ما اتفقنا اللوجينج مش مهم قوي. بعد كده هنعمل نيكست. طيب انت كده جهزت الفايل بتاعك، فبيقول لك تحب تكرييت ان اس سي فايل. ايه الان اس سي وايه الدبليو اس اكس اللي احنا عملناه المره اللي فاتت؟ الدبليو اس اكس ده بيستخدم علشان لما اليوزرز التانيين يكونكتوا على الببلش بوينت بتاعتك، الببلش بوينت جواها حاجه من الاثنين، يا اما جواها مجموعه بلاي ليست ومجموعه فايلز، او جواها فايلز او فايل واحد يعني، والناس هتبدا تشوفه. فانت علشان تقدر تشغل الكونتنت اللي موجوده دي من مكان اخر غير السيرفر، المفروض ان انت يكون عندك الفايل بتاع ال WSX ده في حاله الاون ديماند. لكن احنا دلوقتي بنتكلم على ايه؟ على برودكاست، يعني لايف ستريمينج. اللايف ستريمينج يعني ايه؟ يعني انت عندك الفايل اللي انت هتحطه على السيرفر ده، لما هيشتغل وحد من اليوزرز يدخل يلوجن او يتفرج على الفايل ده وهو شغال، مش هيجي له من الاول، هيجي له من الوقت اللي هو دخل فيه ده هوت. يعني مثلا انا شغلت الفايل ده، الفايل مدته ساعتين، الفايل شغال بقى له ربع ساعه والناس عماله تتفرج، جه واحد متاخر في الشغل فقام ايه كاتب العنوان بتاع البابلش بوينت اللي انا صممتها دي علشان يتفرج على الفايل، مش هيجيله بقى من الاول، لا هيجيله الفايل بعد ما مر وقت معين اللي هو الوقت اللي فات عليه وهو ما شافش الفايل. فالكلام ده هو علشان يتعمل الفايل اللي مسؤول عن كده بالنسبه للحاجه اللي هي بتكون برودكاست، هو الفايل اللي نوعه الان اس سي. فبيقول لك تحب تكريت الان اس سي دلوقتي وهو ريكومندد ولا بعدين؟ بعدين دي يعني انت هتكريت الفايل ده برضو بس من مكان اخر يعني. فتعالوا نقول لا والله هنعمل الفايل ده هوت مثلا دلوقتي، فهيرن طبعا الويزرد اللي من خلاله نقدر نعمل حاجه زي كده. هنعمل نيكست. هيقول لي طيب انت مبدئيا هتخليه مالتي كاست ولا هيبقى مالتي كاست انفورميشن فايل بس، يعني
هيوزع كمالتي كاست بس، يعني مش هينفع عن اليوزرز اللي هم بيكونكتوا يوني كاست ان هم يشوفوه، ولا هتعمل اناونسمنت فايل زي اللي احنا عملناه من شويه بس. فهنقول له لا والله اعمل الاثنين وكرييت كمان ويب بيج علشان اللي عايز يدخل يشوفه عن طريق الويب بيج يقدر. انا بكرر ليه الموضوع ده، لان احنا دلوقتي لازم نعرف ان في ثلاث طرق اساسيه الناس بتقدر تلوجن بيهم على الببلش بوينت بتاعتك. الطريقه الاولانيه ان هم يقوموا واخدين الفايل ده عندهم، ان شاء الله حتى اديه لهم على ديسكات او احطه لهم في شيرد روت على النتورك ويقدروا يدوسوا عليه دبل كليك فالبرودكاست اللي بعمله يشوفوه، او ان هم يقوموا داخلين على صفحه الانترنت وصفحه الانترنت تقوم قايله لهم اعملوا سيف للفايل ده ويقدروا ان هم يشغلوه برضو. الحاجه الثالثه ان انا اقوم اعمل لهم صفحه انترنت بالفعل جواها البلاير بتاعها، يعني يفتحوا الصفحه يلاقوا بلاير جوه الصفحه وشغال. طيب هنقوم قايلين نيكست، فهيبدا هنا يقول لي نوع الملف او التنسيق بتاع الملف اللي انت اخترته كان ايه. مش لما انا اخترت كده، يعني لما انا اخترت الفايل اللي هيتم اذاعته اخترت نوعه هيكون WMV او ASF او هكذا، لازم انت هنا تبدأ تختار الفورمات بتاعة الفايل. مش لازم تختار نفس الفايل، لا اختار لي نوع التنسيق بتاع الملف اللي انت هتذيعه. ليه؟ اصل الجهاز هيبقى انكودر، انت اخترت لايف ستريم ما ننساش كده، الجهاز ده اللي انا شغال عليه ده هيبقى انكودر، فهو عايز يعرف الفورمات بتاعة الفايل هتكون ايه. فانت مش لازم تحط نفس الفايل، انت كل اللي مطلوب منك بس ان انت تقول له الفايل كان نوعه ايه. فتقريبا الفايل كان الريسر ده مش كده. anyway احنا محتاجين بس نختار اي فايل يكون WMV، اي فايل يكون نوعه WMV علشان بس هو يبقى عارف الفورماتنج بتاعة الفايل. هنقوم قايلين اوكي، هنعمل اد الاول نقوم قايلين اوكي وبعدين هنقوم عاملين next. برضه هيقول لي عايز تعمل انيبل للوجينج ولا لا، فمش محتاجين نعمل انيبل للوجينج. بيقول لك انا هبدا انشئ ال NSC فايل في المكان ده وده في المكان ده. انت مش مطلوب منك انك تحفظ الروت، لان باي ديفولت اليوزر لما بيبدا يطلب بوينت معينه، هي طبعا اتعملت اهي الببلش بوينت بس لسه ستوبد علشان احنا لسه ما خلصناهاش، هو اوتوماتيك بيكون مخزن جوه الببلش بوينت الانفورميشن دي كلها. وبرضه في الجزئيه بتاعه الكوبي ساينكس، لو انت عايز تاخد الكلام ده هوت وتعمله في صفحه انترنت خاصه بيك انت بقى اللي هتعملها الديزاين. بعد كده هيقوم قايل لي الويب سيرفر، يعني الناس لما تحب ان هي تشغل الحاجه دي هياخدوا بس التايتل ده، فانا الحقيقه هاخده بس كوبي كده، وممكن تحطه في نتورك شير لو عايزين. ونفس الخطوات هيقول لي تحب تكريت اركايف فور يور مالتي كاست. يعني ايه المالتي كاست دي؟ بتشتغل واللي بيلحق يلوجن ويتفرج عليها لايف بيلحق، واللي ما بيلحقش خلاص مش هيشوفها زي البرنامج. يعني انت لو في برنامج في التلفزيون يا تلحق تشوفه يا اما لو خلص خلاص. طب لو حد في البيت سجلهولك فيديو، سجلهولك فيديو بقى، هي دي ان انت تقوم قايل له اعمل اركايفنج، يعني الفايل اللي بيتذاع كبرودكاست دلوقتي خزنه في الروت ده، وتبدا بقى تختار انت عفوا تبدا تختار انت الروت اللي انت عايز تخزن فيه الفايل ده علشان يبقى افيلبل للناس فيما بعد، بعد ما وقت البرودكاست ينتهي. طيب احنا مش محتاجين نعمل اركايفنج، هنعمل نيكست. فبيقول لك تحب تست الفايل لما الويزر يفينش وتستارت البابليش بوينت كمان، ستارت البابليش بوينت دي، فممكن نقوم قايلين له اه والله عايزين تست الفايل ونبدا نقوم قايلين فينش. طيب تعالوا نتستو على الويندوز ميديا بلاير. الفايل المفروض شغال بقى دلوقتي، وتعالوا في نفس الوقت اهو الفايل، تعالوا بقى نروح على المكنه ال7. هو خلص ولا ايه؟ يا رب ما يكونش خلص عشان نلحق بس نتستو على المكنه ال7. هو للاسف البث خلص خلاص، فطبعا لو انا رحت على المكنه ال7 تعالوا كده نجرب نتست الفايل من على المكنه ال7. كتبنا كده العنوان، فهنعمل الاو للويندوز ميديا بلاير انه يرن، لان طبعا النوع ده من الملفات الويندوز ميديا بلاير هو اللي هيشغله. طيب ليه بقى الويندوز ميديا بلاير عمل كده؟ لان وقت البث انتهى، فاحنا هنجرب الموضوع ده على فيديو يكون كبير شويه.
هنا برضو عامل ويتنج ومش هيشتغل. طبعا احنا عارفين ان هو مش هيشتغل لانه كان لايف برودكاست. طيب احنا ممكن نجرب الموضوع ده على فيديو يكون حجمه كبير شوية. فطبعا لو احنا هنعمل اي تغيرات يعني لازم نعمل ستوب للببلش بوينت دي، او نعمل ديناي للنيو كونكشن لو انت عايز يعني تقفل عملية ان حد يقدر يلوجن مرة تانية. فهنروح كده عند السورسز وهنعمل تشينج لملف الميديا اللي احنا اخترناه ده. نجيب بقى ملف من على الجهاز. ده فايل جايبينه من على الفيزيكال يعني، فهنقفل دي خلاص مش عايزينها. وهنقوم جايين هنا نقوم قايلين ان احنا هنعمل تشينج للفايل اللي بيتم عملية البث ليه دهوت، وهو هيكون الفايل ده مثلا اللي هو موجود هنا. انا بس بغير اسم او المكان بتاع الفايل. طبعا بعد ما غيرنا الفايل لازم نقوم رايحين مغيرين ال NSSC فايل اللي تم انشاؤه. فبالتالي هنقوم رايحين عند ال announcement وهنقوم رايحين عند المالتي كاست ونقوم هنقول له run multi cast wizard again، وهنعمل نفس الخطوات مرة تانية. اقول له برضو create web page، هيقول لي الفايل الفورمات بتاعته ايه، فهقول له هي الحقيقة ما بقتش WMV، هو فايل ASF. فالمفروض ان انا اختار اي فايل يكون ASF، اي فايل، مش لازم يكون الفايل اللي انا جايبه، مش لازم الفايل ده، فممكن نختار اي فايل بس يكون ASF التنسيق بتاعه علشان الجهاز بتاعه هيعمل طبعا كانكودر. وهنبدا اعمل عمليه سيلكت الفايل وهنقوم قايلين اد واوكي ونكست. بعد كده مش محتاجين نعمل انيبل اللوجينج وهيبدا هو يعمل كرييشن للفايلز دي كلها. وهنقوم طبعا هو بيقول ان الفايلز اوريدي موجوده في الاماكن دي في اوفر رايت عليها، اقول له اعمل اوفر رايت للثلاثه فايلز. ودي الويب هناخدها كوبي كده عشان نروح نفتحها هناك، وهنقوم قايلين له اعمل تيست عادي خالص، نعمل ستوب ونبدا نشغل مره ثانيه. طبعا انت لما هتشغل من هنا يبقى انت كده بدات البرودكاست. فنشغل ونروح كده نشغل نفس الكلام في الميديا بلاير، سوري على السيرفر قصدي. طبعا هنفتح بقى الصفحه بما ان انا هفتحه من جوه البراوزر، الصفحة بتاعت ال HTML اللي هو أنشأها لي. كده هو شغال هنا. نروح بقى عند الويندوز 7 وبرضو نفتح نفس الصفحة. برضه هتبقى ال HTML. المفروض ان هو هيعمل buffering بقى طبعا. خلوا بالكم ان الاكونت ده لسه مشغل دلوقتي، فلما شغل حصل ايه؟ طبعا لما شغل بدأ من حيث انتهى الاخر، يعني الاخر بصوا اهو واصل لهنا والتاني ماشي معاه هنا. تمام، ادي ال7 وادي ال2008. اوكي، طبعا لو انا حبيت يعني اعمل تقديم مش هينفع، لكن اقدر اعمل ستوب. تمام، انا عملت ستوب على السيرفر، ال7 لسه شغال. طيب انا لما هروم رايح على ال8 مره تانية، ليش بس نوطي الازعاج ده. لو رحت على الايت وشغلت مره تانية هيبدا يعمل بافرنج تاني من الاول، ومش هيبدا لي بقى الفيديو من اوله، هيبدا لي الفيديو ادي ال7 شوفوا شغال فين، ال8 شغال في نفس المكان. تمام، ده معنى اللايف ستريمينج. اوكي، وده السبب اللي خلاني ابدا اكرييت يعني الانونسمنت، ولان الانونسمنت هي دي اللي بتبدا تديني الامكانيه لاني اعمل صفحه. نوقف بس الازعاج ده.
الانونسمنت طبعا هي اللي بتديني الصلاحيه لان انا اعمل صفحه الناس تقدر تلوجن من عليها. يبقى احنا كده شفنا ازاي بعد ما تعمل اللايف ستريمنج دي ازاي تقدر تشغل وتوقف البرودكاست ده مره تانية. طبعا لو دوست ستوب وجينا نشغله مره تانية هيبدا من الاول وهكذا والناس تلوجن وكل كده. طيب احنا شفنا add new publish wizard كده bb3 شفنا دي وشفنا دي وشفنا ازاي نعمل فايل واحد بس. في كمان حاجة اسمها فايلز، والفايلز دي بنعمل مجموعة من الملفات بتشتغل كلها على حدة، يعني اليوزر بيقدر يشغل كل ملف لوحده. تقدروا ان انتوا تحطوا في مجموعة الملفات دي مجموعة من البلاي ليستس، وممكن تحطوا مجموعة من الفيديوهات، وبتمشي بنفس الخطوات مفيش اي فرق. تعالوا بقى نجرب ازاي نعمل ببلش بوينت بس بالطريقة اللي هي من غير الويزرد او الادفانسد. هي الحقيقة مش ادفانسد ولا حاجة، يعني لو دوسنا كده هيقول لنا بس كل الاختيارات ولكن في شاشة واحدة، يعني هيقوم قايل لك هو انت عايز مبدئيا الببلش بوينت دي تبقى برودكاست ولا تكون اون ديماند. خلوا بالكم ان انت لما بتختار الاون ديماند في شوية اختيارات تانية بتبدا تبقى هيدن زي الاختيارات الخاصة بالبرودكاست، تمام؟ فاحنا لو قلنا له احنا هنعمل الببلش بوينت دي اون ديماند، هيقول لي طيب الببلش بوينت دي هسميها ايه؟ هقول له والله هنسميها بي بي مثلا 4. هيقول لي طيب المكان اللي فيه المحتويات اللي هيتم اذاعتها فين؟ هنا بقى الويزرد كان بيقول لك انت عايز تذيع ايه، لكن هنا بيقول لك المكان اللي فيه المحتويات اللي هيتم اذاعتها موجود فين، وبيقول لك الاكزامبل ان انت ممكن تختار فايل. الحقيقه بقى ان انت تقدر تختار فولدر، تمام؟ يعني لو دوسنا براوز كده تقدروا ان انتوا تختاروا فولدر ويتم اذاعه كل ما بداخله، وكلمه كل ما بداخله تعني ان داخله ده ممكن يكون فيه مجموعه ملفات ميديا زي دول كده، وكمان بلاي ليست. ازاي يعني؟ يعني لو انت كنت عملت بلاي ليست قبل كده زي البلاي ليست اللي احنا كنا عملناها مثلا في الفايل ده، في الفولدر ده، مش كان في بلاي ليست هنا؟ ممكن قوي اقوم رايح انا فاتح كده الماي كمبيوتر وبصوا نعمل ايه، اقوم رايح على الفولدر اللي هنا اخد البلاي ليست دي اخدها كوبي واقوم عامل لي فولدر جديد خالص بقى نسميه ادفانسد مثلا، احط جواها البلاي ليست واحط جواه كمان فيديوهات. يعني نقوم جايبين كده النايك فري ستايل ده، ممكن ناخده كودي كوبي ونقوم حاطينه جوه الفولدر ده. ليه؟ اصل انا بجهز الفولدر اللي انا هشاور عليه، فبحط فيه بلاي ليست وهحط فيه فايلز كمان. نحط كمان فايل، ممكن ناخد البين بول ده. انا حطيتها اهو ايه، مزيج من الفايلز والبلاي ليست، ماشي. طيب نرجع تاني، هيقول لي فين بقى المكان اللي انت هتحط فيه المحتوى بتاعك. هقول له والله الفولدر اهو، هنفتحه ونقول له يا اما نسلكت فايلز منه يا اما نسلكت دايركتوري. خلوا بالكم من حاجه يا جماعه، الفايلز السبورتد من الويندوز ميديا سيرفيس ام بي 3 جي بي جي الاكستنشنز دي الاي اس اف دبليو ام اي دبليو ام في دبليو ام. لو انت ناوي تشغل حاجات ريل بلاير او اف ال في او يعني تنسيق اخر غير التنسيقات دي، فانت محتاج ان يكون في انكودر يعني جهاز ياخد الحاجات دي ويبدا يحولها للحاجات دهيت او يعمل لها عمليه الانكودنج يعني، وبعدين انت هنا هتبدا تختار ان الستريم بتاعتك هتكون انكودنج، تمام؟ طيب احنا هنسلكت الدايركتوري، هنقول له هناخد الحاجات اللي في الدايركتوري دي كلها، هي دي الحاجات اللي انت هتشغلها في الستريم دي. طيب بعد كده هنقوم قايلين اوكي. في حاجه تانية ممكن تتعمل؟ طبعا في حاجات تانية كتير ممكن تتعمل. تعالوا الاول نجرب الستريم دي شغاله ولا لا. ازاي هنجرب الكلام ده؟ لو رحنا كده عند التاب بتاع السورس، احنا عرفنا تاب المونيتور فيه ايه. تاب السورس بيقول لي المكان هو ده. طيب ايه ده؟ دي الحاجات اللي كانت جوه المكان اللي سيادتك اخترته. جميل. طب ممكن اغير المكان ده؟ عادي جدا، تدوس تشينج كده وتبدا تغير المكان.
المكان ده يا جماعه ممكن تختاره فولدر، وممكن تختار بلاي ليست وبس. يعني ممكن تقوم قايله براوز وتختار بلاي ليست وبس. طب لو انا اخترت بلاي ليست وبس ايه اللي هيحصل؟ خلوا بالكم من الحاجات اللي هنا، بصوا كده، بصوا ايه اللي محطوط هنا، وبصوا ايه اللي هيحصل بعد ما انا مختار كلمه بلاي ليست وبس. لما اختار بلاي ليست واقوم قايله اوكي، دي البلاي ليست اللي احنا كنا عملناها قبل كده. بصوا ايه اللي حصل، جاب لي شكل البلاي ليست. البلاي ليست هنا بقى نقدر الحقيقه نعمل فيها حاجات كتير. تقدر تضيف لها، يعني تعدل فيها اهو، يعني هتقدر تعدل اهو في البلاي ليست بتاعتك، تاد ميديا، تشوف الميديا اللي انت هتحطها، تعمل براوز وتجيب ملف جديد وتقوم تعمل له اد وتعمل سيف للبلاي ليست دي. تقدر ان انت تتست فايل فيها، يعني ممكن تقوم جايب البين بول ده وتقوم قايل له والله شغل كده التست الستريم دي بالويندوز ميديا بلاير، فيشغل لنا الويندوز ميديا بلاير ويبدا يتست الستريم دي اهي. تمام، فاحنا هنقوم عاملين كلوز. وعلى فكره لو انتوا عايزين تتستوا الستريم دي بس، او لو انتوا عايزين تشغلوا الستريم دي بس، فبيقول لك لما بتيجي تست بالويندوز ميديا بلاير بيقول لك ممكن جدا تقوم كاتب العنوان ده هوت، فتبدا الستريم دي تشتغل. طيب تعالوا ناخد العنوان ده ونروح كده الويندوز 7 نشغله. هنعمل الاو طبعا، والستريم اهي شغاله زي الفل ما فيهاش اي حاجه. تمام، طيب الستريم دي علشان هي اون ديماند، فاقدر ان انا اقول له ايه، فوت الفيديو ده وهات اللي بعده، ادي اللي بعده. طب فوت الفيديو ده وهات اللي بعده، مفيش بعده. تقول لي بس انت كنت حاطط النايك فري ستايل، هقول لك لا انا مش حاطط النايك فري ستايل. بصوا كده احنا حاطينه، نرجع لل ويندوز بتاعنا تاني. انا قلت له غير الحاجه اللي هيتم نشرها الى البلاي ليست دي، فبالتالي هو هينشر لك الحاجات اللي محطوطه في البلاي ليست دي وبس. واخدين بالكم، هينشر اللي في البلاي ليست دي وبس. طيب حبيت تعدل في البلاي ليست دي، دوس اديت وابدا قول له لا والله هنجيب بلاي ليست تانية، او هنكرييت نيو بلاي ليست خالص غير البلاي ليست دي وتبدا تخزنها. تمام، طبعا لو هتكرييت نيو بلاي ليست هتقوم قايل اوكي، وهتبدا تسلكت بقى البلاي ليست دي، يعني هتقوم قايل له اد ميديا، وبعد ما تعمل الكلام ده تخزن هذه البلاي ليست. جميل، طيب تعالوا نقول له لا والله هنعمل تشينج وهنسلكت دايركتري، يعني المحتوى اللي انت هتبدا تعمل له اذاعه هو عباره عن المحتوى اللي في الدايركتري ده كاملا. طب ليه انا عملت كده؟ اصل الحقيقه انا عملت كده علشان ادي السلكت دايركتري، انا عملت الكلام ده هوت ليه؟ اصل انا حاطط ومتعمد ان انا احط لكم بلاي ليست وشويه ملفات ميديا، علشان هنلاقي ان هو هيشغل الملفات اللي في البلاي ليست، واحنا شفنا كمان ازاي نعمل البلاي ليست، وهيشغل لك بعد كده الملفات اللي موجوده في الفولدر اللي انت قلت عليه. تمام، طيب انا غيرت المحتوى، حاجه حلوه قوي. عايزين بقى نعمل صفحه انترنت علشان الناس تكتب العنوان بتاع الصفحه دي، فيقدروا ان هم يعملوا لوجن يعني، ويقدروا ان هم يشوفوا الفيديوهات اللي انت حطيتها دي كلها. فممكن نقوم رايحين عند الانونسمنت. هنا بقى مش هتلاقوا الويزرد الثاني اللي هو بتاع المالتي كاست او البرودكاست. ليه؟ اصل انت من الاول مختار اون ديماند، ما انتش مختار مالتي كاست. واخدين بالكم؟ طيب هنا بيقول لي اليوزر الحقيقه يقدر يدخل ويقوم كاتب العنوان ده وبعدين سلاش ويكتب اسم الملف اللي هو عايز يشغله، او ان انت تقوم عامل ايه run لليونيكاست announcement wizard. هنا بقى محتاجين ان احنا نختار فايل او directory اللي هو هيتعمل له عملية الانونسمنت، يعني هيعمل لي عنوان علشانه. العنوان ده لما هفتحه زي الفريستايل ده مثلا، العنوان ده لما هفتحه هيقوم يشغل لي الحاجه دي بس. فهنعمل نيكست كده، ودي طبعا اليو ار ال اللي هو المفروض ان احنا هنشغلها، هي دي الحاجه اللي انا عايزها. الفايل بتاع الاي اس اكس ده ممكن تكتبه جوه الويندوز ميديا بلاير، او ممكن تقوم كاتب الصفحه دي فيقوم يطلع لك جواها امبيدد بلاير. تمام،
طيب هنعمل next كده، وهنعمل تيست الفايلز دي. هنعمل تيست كده جوه الويب، فهنلاقي ان احنا طبعا بعد ما نشغل Active X الفري ستايل ده هيشتغل عادي. تقدروا بقى تقدموه، تجيبوه قدام، تجيبوه ورا، زي ما انتوا عايزين، لان دي اون ديماند. تمام. يبقى دلوقتي لو اليوزر عايز يشغل الفيديو ده فممكن يستخدم الطريقه دي. طيب في حاجه في الويزرد مهمه قوي عايزين نشوفها. انا هلغي دول خلاص، مش محتاجهم. في طريقه الويزرد، لو انتوا اخترتوا يا جماعه ان نسمي البابلش بوينت دي 3 كيو 3 3 دبليو مثلا، نقول له ان هي هتبقى فايلز. خلوا بالكم من حاجه مهمه قوي، ان انا لو قمت قايل له نيكست كده وقلت له ان هي هتبقى اون ديماند، هلاقي في حاجه هنا اسمها انيبل اكسس تو دايركتوري كونتنت يوزنج وايلد كارد. يعني ايه؟ الحقيقه ان انا مفروض هنا اختار الدايركتوري اللي فيه الفايلز اللي انا عايز الناس تشوفها. فانا لما هختار الدايركتوري كده اللي هو الفولدر اللي احنا كنا عملناه من شويه، اللي حاطين فيه كذا حاجه، بلاي ليست على فايلز، على الكلام ده كله، سيلكت دايركتري كده، بيقول لي انيبل اكسس تو دايركتري. يعني ايه؟ يعني لو اليوزر جه كده ايه، عمل ناصح وقام كتب ام ام اس وبعدين سلاش سلاش وبعدين قام كاتب اسم الدومين اللي هو dc.innovation.com/3w اللي هو اسم الببلش بوينت، يعني لو جه بعدها كتب سلاش وقام كاتب اسم فايل من اللي موجودين جوه، يفتح له الفايل ولا لا؟ لو انت علمت هنا يبقى انت تسمح للناس ان هي تتفرج على الفايلز واحد واحد. اما لو انت ما علمتش هنا يبقى الناس هتتفرج على الحاجات اللي انت قلت عليها وبس. يعني ايه قلت عليها وبس؟ يعني انا ممكن اكون قلت ان هيشتغل بلاي ليست، بعديها هيشتغل كذا، بعديها هيشتغل كذا، فتشتغل له الحاجات دي كلها كفايل واحد. تمام. طيب تعالوا كده نجرب. هنقوم قايلين له انيبل، ونفس الكلام يعمل لوبينج ولا ما يعملش لوبينج بعد ما الفيديو ما ينتهي يعني. ومش محتاجين نعمل انيبل اللوجينج، وهنبدا نكرييت HTML او هنكرييت صفحه يعني عشان الناس تكتب الصفحه دي عندها. طيب هنا بيقول لي فايل ولا دايركتري، هقول لا هو دايركتري، يعني اعرض كل الموجود في الدايركتري ده. بيقول لي ده العنوان اللي هيستخدم، اقول له هو ده العنوان اللي هيستخدم. هتكرييت ويب بيج ولا هتكرييت فايل؟ انا بقول تاني الفرق ما بين الاثنين يا جماعه، ان انا لو قلت له الحاجه دي بس، ففي في في الوضع ده انت ممكن تاخد العنوان ده تحطه جوه الويندوز ميديا بلاير، لكن لو عايز صفحه الناس تفتحها ويبقى جواها ويندوز ميديا بلاير فبتبدا تختار الاختيار ده. تعالوا كده ناخد ده كده ونعمل نيكست ونعمل تيست. تعالوا كده نشوف تيست اناونست ايه اللي هيحصل. ده الفيديو الاولاني. تمام. طب انا هدوس هنا عشان اجيب الفيديو التاني. خلوا بالكم الفيديوهات دي فين؟ دي في البلاي ليست. تمام. هدوس بعد كده جاب ايه؟ جاب الفايل اللي هو النايك فري ستايل. الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان سيادتك بتشغل الحاجات بالترتيب، يعني بتقوم مشغل البلاي ليست وبعدين بتبدا تشغل الفايلز. نجيب الفايل اللي بعديه، انا كنت حاطط الفايل ده بعديه. تمام كده خلاص تقريبا مفيش فايلز ثانيه يعني. الانكودر ده بس طبعا عمل لوب، لان انا بعد ما خلص بدا يعمل الكلام ده هوت من الاول تاني. طيب نقفل البلاير ده. لو انتوا عايزين تعملوا الكلام ده هوت جوه الميديا بلاير، ممكن تقوموا عاملين كليك على الببلش بوينت، وبعدين نقوم رايحين عند الانونسمنت، ناخد بس العنوان ده كوبي كده، وتقوموا رايحين كده عند الويندوز ميديا بلاير اللي موجود في 7، شغلوه هو نفسه.
وبعدين نقوم فاتحين قائمة الفايل ونعمل open url ونقوم حاطين جواها العنوان ده ونقوم قايلين اوكي من غير براوزر ولا اي حاجة ويشتغل عادي مفيش اي مشكلة. تمام. طيب ايه موضوع الادفرتايزنج او ان احنا نحط اعلانات؟ الحقيقة ان انت ينفع جدا تحط اعلانات جوه الفيديوهات، بس مش جوه الفيديو نفسه، ولكن ممكن نقوم جايين في نعمل ببلش بوينت جديدة بس عشان دي فيها حاجات كتير. هنعمل ببلش بوينت نسميها ببلش بوينت 1 بقى، ونخلي فيها فايل واحد بس كفاية، و او ممكن تخلوا فيها اكتر من فايل تعملوا بلاي ليست. نخليها اون ديماند ونقوم قايلين اد نيو ببلش بوينت. تعالوا نعمل نيو بلاي ليست. هنجيب ميديا كده وهنقوم نعمل براوز، نجيب الفايل بتاع اللي هو كان اسمه نايك ده، ناخده نحطه في البلاي ليست بتاعتنا. نعمل اد ونقوم جايبين فايل تاني اللي هو البين بول ده، ونعمل سيلكت فايل ونعمل اد. انا كده اخترت ملفين. جميل، هقوم قايل اوكي. هعمل نيكست، هيقول لي ان البلاي ليست دي هتتخزن في المكان ده، فممكن نعمل براوز ونخزنها بس في اي مكان تاني نكون عارفينه بدل ما نحط الحاجات في حتت بعيده يعني. ونقوم مسمينها ليست 2 مثلا. تمام. بعد كده هيعمل لوب ولا لا؟ مش لازم بقى موضوع اللوب ده، خلاص ومش محتاجين لوجينج. هنكريت، او مش لازم نعملها كريت دلوقتي علشان في تعديلات هتتعمل، فبدل ما نعمل التعديل ونعمل لها كرييشن مرة تانية فنعمل التعديلات الاول. تعال بقى نروح عند الادفرتايزنج كده ونقوم قايلين له ان احنا عايزين نشغل اعلان. الاعلان اللي بيشتغل في البداية زي ما بتيجوا تتفرجوا على اي تريلر بتاع اي فيلم، تلاقوا مثلا المقدمة بتاعت وورنر بروس او المقدمه بتاعه شركات الانتاج في بدايه كل فيلم، او تلاقوا الشاشه الخضراء اللي ليها وكان بيعملها زمان دي لما نشوفها اي تريلر عليه، فده اسمه الرابر ادفرتايزنج. فممكن نقوم قايلين له اعمل يوز للرابر بوينت، انا جبتها من الادفرتايزنج طبعا، وهنقوم رايحين قايلين له مكانها فين. فبيقول لي هو انت عندك رابر ليست؟ اصل انا ما ينفعش اختار حاجه كده على طول، لازم يكون عندي رابر ليست. فانا هقول له انا ما عنديش رابر ليست. الرابر ليست ليست عاديه زي اللي بنعملها كده للميديا بس بتبقى للاعلانات. فهكنسل وهنزل تحت كده هتلاقوا في زرار ندوس عليه ونقوم قايلين له ان احنا عايزين نكرييت رابر ليست عن طريق الويزرد. فهنمشي معاه كده، هيقول لي فين بقى الاعلان او الفيديو الصغير اللي انت هتحطه في الاول. هقول له والله هنحط فيديو مثلا زي، عايزين فيديو يكون حاجة مش كتيرة قوي، ممكن ناخد ده مثلا، وهنقوم قايلين اد واوكي. طيب خلوا بالكم من حاجة، هو بيقول لي ريكوستس يو ار ال. يعني ايه؟ يعني انا الليست دي بتقول ان انا هعرض لك الاعلان ده اللي هو ريسر 300 ده قبل ايه؟ قبل اليو ار ال اللي اليوزر طلبها اللي هيكون فيها الليست اللي احنا عملناها طبعا. ممكن اقوم جاي هنا واقوم قايل له اد ميديا كمان، واقوم واخد مثلا رسميه بعد الريكوست. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الاعلان هيتعمل قبل اليو ار ال اللي اليوزر طلبها وبعد اليو ار ال اللي اليوزر طلبها. طبعا تقدروا بقى تحطوا مجموعه اعلانات لو انتوا عايزين يعني. بعد كده هنقوم عاملين نيكست، هيقول لي هتسمي الرابر دي ايه، فنختار لها اي مكان كده ونعمل لها سيف. انا كده اخترت او عملت الاول رابر ادفرتايزنج ليست وخزنتها بالاسم ده، وقلت له ان هو ده الاعلانات اللي هيتم تشغيلها وهتشتغل بالطريقه اللي انا قلتها قبل اليو ار ال اللي اليوزر طلبها وبعد اليو ار ال. طب اليو ار ال دي بتعرض ايه؟ تروح للسورس كده فتعرفوا هي بتعرض ايه. بيقول لك ان هي بتعرض ليست اسمها
list 2 dot WSX. طيب list 2 فيها ايه؟ فيها الاثنين دول. يعني مفروض قبل نايك فري ستايل دي ابص الاقي ايه اللي بيحصل، ابص الاقي الاعلان بيعرض. طب تعالوا نجرب. انا عايز افتح الحاجة دي، فهروح عند الانونسمنت. ممكن نروح نفتحها مباشرة من هنا، ناخد ده كده كوبي ونروح على ال 7. ممكن نشغل الميديا بلاير. نفتح كده الفايل ونقوم قايلين open url ونعمل paste للpublish point بتاعتنا. ده طبعا الاعلان اللي المفروض ان احنا كنا اخترناه في الاول. تمام، ممكن نفوته كده بسرعة. يقوم يجي لنا بقى ايه الفري ستايل اللي احنا كنا حاطينه. وبعد الفري ستايل لو كان في ملف تاني احنا كنا حاطينه هيبدأ طبعا يشتغل، ولو ما كانش فيه هيجي الويندوز ميديا بلاير 9 اللي هو الاعلان التاني اللي احنا قلنا ان هو يتحط في نهاية اللي هو ده، نفس الاعلان هيتحط في نهاية الفيديو. تمام، طبعا الاعلانات دي انتوا ممكن تعدلوا فيها بحيث ان اليوزر ما يقدرش يعمل فيها سكيب. يعني ممكن مثلا ايه لو رحنا كده عند السيرفر تاني ورحنا عند الادفرتايزنج كده وقمنا دايسين على نفس الزرار تاني وعايزين بقى نعمل اديتنج للرابر ليست اللي احنا عملناها، فهنقوم جايبينها كده، هي كانت هي دي، وهنعمل لها اديتنج. يعني ايه؟ يعني هقوم اقول له مثلا الاعلان ده الايفنت بتاع النوسكيب خليه ترو. يعني ايه ترو؟ يعني اليوزر ما يقدرش يعمل سكيب للاعلان الاولاني، بس الاعلان التاني يقدر يعمل له سكيب اللي هو اللي في الاخر. ونعمل سيف طبعا ونقوم قايلين كلوز. تعالوا بقى نروح عند ال7 ونروح نفتح كده نفس الفيديو تاني. هو ده نفس الفيديو. فمفروض دلوقتي ان الاعلان اللي هيتعمل ده اللي هو الاولاني ده لو حبينا نجريه كده بصوا مش هيجري، يعني هيبقى ولا هيقدر يعني يجيب له الفيديو اللي بعديه، لازم غصب عنك تشوف ايه الاعلان بالعافية. تمام، طيب انا هعمل بوز بس لحد ما الاعلان ما يخلص. اعلان كده مفروض ان هو خلص. نيجي بقى للفيديوهات بتاعتنا. لا دي تقدر ان انت تفوتها، واخدين بالكم؟ دي البلاي ليست، انا لسه جوه البلاي ليست، اجيب الفيديو اللي بعديها ده اخر اعلان. اخر اعلان انا كنت مخليه هو نفسه اول اعلان، بس خلوا بالكم من حاجه ان انا هنا اقدر اقدم وارجع واعمل سكيب للاعلان. ليه؟ اصل احنا ما خليناش الاوبشن بتاعه النو سكيب اكتف. طيب اخر حاجه نخلي بالنا منها قوي، في عندنا يا جماعه حاجه اسمها البروكسي كاش او عمليه الكاشنج. ان انت بتسمح ان اليوزر يقدر يكيش الكلام ده عنده، يعني يبقى موجود في الانترنت هيستوري بتاعه، او ان هو ما يبقاش موجود. فلو رحنا في حاجه اسمها كاش بروكسي للاون ديماند وكاش بروكسي للبرودكاست. فلو رحنا عند البرودكاست كده وقمنا رايحين عند البروبرتيز، فهتلاقي ان الكاش معمول له عمليه انيبل. فطبعا انت ممكن توقف العمليه دي لو انت بتغير كتير في الببلش بوينت اللي عندك، يعني علشان اليوزر يبقى على طول الحاجات اللي موجوده عنده هي اخر ابديت موجود في السيرفر. بس طبعا الكاش ليه مزايا كتير، ان هو طبعا بيقلل الباندويدز المستهلكه، يعني اليوزر مش كل ما هيجي يتفرج على الفيديو هيلاقي طبعا الفيديو بيتحمل مره تانية من السيرفر. تمام، بكده يبقى الموضوع بتاع الويندوز ميديا سيرفيس شبه انتهى. يعني طبعا لو انتوا عايزين تعرفوا اكتر عنه انصحكم طبعا تدخلوا على السايت بتاع مايكروسوفت، في معلومات كتير قوي في الفورم بتاع الام اس دي ان، هتلاقوها مفيده وفي طرق كتير قوي وفي ابديتس على فكره بتنزل علشان يبقى سبورتنج لميديا فايل تانية غير الميديا فايل اللي احنا شفناه. اتمنى ان الموضوع يكون سهل وبسيط ان شاء الله، وكده نبقى خلصنا التراك اللي احنا فيه اللي هو الخاص بالابلكيشن.
وإن شاء الله نشوفكم في الحلقة الجاية في التراك القادم. أشوفكم على خير، وما تنسوناش بقى من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.